أشرف حمودة كاتب صحفي ومن الثوار 25 يناير. احنا بنقول ان احنا كان النهاردة امتداد للثورة. الثورة كان ليها مفترض ان ليها معطيات واستمرارية. مسألة مش قضية مجلس عسكري لسه موجود ومرحلة انتقالية، سواء مرحلة عصام شرف بيقود الحكومة الانتقالية او سواء ان المجلس العسكري وفي خلاف عليه من بعض التيارات السياسية، لكن احنا تجاهلنا دور الشعب الطبيعي اللي ممكن بيعمل ميزان وتوازن في البلد في ميدان التحرير. لما تيجي تعد الناس اللي موجودة مش مسألة مش قوة سياسية، قوة سياسية هتلاقيها على منصات، انت تقسمت جوه الميدان ائتلافات واوا. احنا بنقول مفيش اصلاح تم على المستوى الاجتماعي، مسألة العدالة الاجتماعية ما تمش حتى الآن بقالنا 8 أشهر. مسألة ان كامب ديفيد مرتبطة بأي اصلاح داخلي. الفزاعة طول ما انت بتعمل يعني حركة تغيير بشكل يؤدي للحريات جوه مصر سواء اقتصادي او سياسي او اجتماعي هتلاقي فزاعة موجودة في سيناء. انت لازم تلغي المعاهدة او تراجع المعاهدة، وده مش معناه ان انت بتشن حرب. الغاء المعاهدة لا يعني الحرب على الاطلاق. الصهاينة خايفين، انت ممكن تلغي المعاهدة. الذين لم ينزلوا اليوم الميدان اللي لم ينزل اليوم الميدان دي قوة سياسية لا تعنينا بشيء. انا من الثوار وبنتمي لفكر سياسي، لكن لا يعني الشعب الطبيعي موجود اللي هو الاعلام بتاعنا اشتغل عليه وعمل له تراجع سلبي في فترة الاعتصام وقال لك البلد واقفة وعجلة الانتاج. حتى الان سواء مجلس عسكري او عصام شرف اللي بيتفاوض مع بعض الشباب اللي لم يمثلوا الثوره بيتحدثوا باسم ائتلافات ولا ينتموا ليها وما نزلوش ب 25 ولا 6 ولا 27 ولا 28 وائتلاف الثوره اتحاد مش عارف العامل ايه. الشعب الطبيعي فين من ده كله؟ عايز اقول حاجه، التغيير النهارده ما تمش لان الشعب الطبيعي متجنب. القوى السياسيه اللي حضرتك بتتكلم عنها ما اشتغلتش في المناطق بتاعتها بالشكل الاجتماعي الشعبي الموجود. الاعلام لما اشتغل على سلبيه الناس الموجوده، لان انت النهارده مفترض ان يحصل فيه عدل اجتماعي، بيقولوا عجله الانتاج واقفه. طب يا اخي انت عجله الانتاج عجله الفساد شغاله، وقف انت عجله الفساد هتلاقي عجله الانتاج تشتغل. المحليات اللي انت حليتها 52,000 عضو موجودين من الحزب الوطني القديم انت حليتهم، طب هم فين؟ ما حسيتهمش ليه كسب غير مشروع؟ رؤساء الاحياء دول قنبله فساد ورشوه موجوده حتى تاريخ. رؤساء الاحياء والمدن والقرى مفترض يخشوا السجن وبعدين تحاسبهم. مساله الزباله المجتمع والشعب الطبيعي خارج حسابات القوى السياسيه. القوى السياسيه بتتكلم خطا، شباب بتطلع في قنوات بتتحدث باسم الائتلافات مالهاش اي علاقه بالثوره اطلاقا. انا بكلمك هذا وانا من الصور الحقيقيه. لا.